إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. إخوة الإيمان، لازلنا مع هذه السلسلة المباركة التي نحاول من خلالها أن نشرح في أو أن نشرح أسماء الله سبحانه وتعالى، وبدأنا بمقدمة مهمة، واليوم سنكمل ما بدأناه. لكن لنصل كلامنا هذا بما سبق، أردت أن ألخص ولو في دقيقة ما ذكرناه في الخطبة الماضية. قلنا بأن الله سبحانه عز وجل أودع في نفس الإنسان حب التطلع أو حب المعرفة، ولهذا نجد أن الإنسان دائما ما يتطلع إلى العلم والمعرفة إلا إذا حجبته الحجب. وقلنا بأن أفضل شيء يتعلمه الإنسان ويشتغل به هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وهنالك طرق كثيرة تؤدي إلى هذا اللون من ألوان المعرفة، واختصرناها في ثلاثة. قلنا أولى هذه الطرق هو طريق التفكر، أن يتفكر الإنسان في ملكوت الله سبحانه وتعالى وأن ينظر في مخلوقاته عز وجل. وقلنا الطريق الثاني هو النظر في أفعال الله سبحانه عز وجل، قراءة التاريخ، النظر وإمعان النظر في الأحداث التي سبقت وفي الأحداث التي تحدث ليستنبط منها دروسا وعبر يفهم من خلالها معنى وجود الخالق سبحانه وتعالى. والطريق الثالث هو التدبر، تدبر آيات الله القرآنية التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليصل الإنسان إلى مستوى الطمأنينة الذي تحدث عنه القرآن، فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واليوم نكمل إن شاء الله تعالى، ونبين بأن هذه الأسماء أيها الإخوة والأخوات تحمل في تجلياتها، هي أسماء الله تعالى، تحمل في تجلياتها القيم الإلهية التي ترسم لنا منهج الحياة في إطار متوازن ومعتدل. هذه الأسماء تبين لنا في الحقيقة المنهج الصحيح الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه وأن ينتهجه.
هذه الأسماء هي عبارة عن فلسفة الحياة في هذه الدنيا. والمراد بأسماء الله سبحانه وتعالى لنشرع فيها سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لذلك، المراد بالأسماء حينما نقول أسماء الله الحسنى فالمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه هي الألفاظ المصوغة التي تدل على شيء ما. هذه الأسماء بصفة عامة هي ألفاظ فقط، ولهذا نجد أن الحديث الشريف الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء فلا ينبغي أن نفهم أن الإحصاء يقتصر فقط على العد فقط أو على العد، عندنا شيء يسمى بالعد، وإن تعدوا نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهنالك شيء يسمى بالعد أن تعد الشيء وتقول واحد واثنان وثلاثة وأربعة، وهنالك الإحصاء. الإحصاء هو الفهم والتدبر، الإحصاء هو إمعان النظر في الشيء، الإحصاء هو المعرفة، الإحصاء هو الاستشعار، الإحصاء هو أن يعيش الإنسان وفق هذه الأسماء التي سنبينها إن شاء الله تعالى، فهي تدل على معنى ما. هذه الأسماء تدل على معنى ما، والذي ينبغي أن يفهم وأن يحفظ ليس مجرد الألفاظ فقط، وإنما المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ. وزيد على ذلك فقيل الأسماء الحسنى، والحسنى مؤنث الأحسن، وهي من صيغ التفضيل، لأن هذه الأسماء تدل على كمال الله سبحانه وتعالى، تدل على كمال الله سبحانه عز وجل، وهذا ما يقبله العقل السليم. فلا يستطيع أن يتصور إنسان ما بأن الله سبحانه عز وجل وحاشاه تقدس عن ذلك سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك، لا يمكن أن يتصف بصفة نقص مهما كان الوضع، لأنه الخالق والمدبر، ولأنه السميع البصير، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فحينما نتدارس أسماء الله الحسنى فنحن في الحقيقة نسعى للتعرف على الله سبحانه عز وجل، وهذا يعني أيضا أن نشتق من هذه الأسماء صفات وأخلاق نتخلق بها في حياتنا، في معاملاتنا مع الله، في معاملاتنا مع بعضنا البعض، بل أقول حتى في معاملاتنا مع أنفسنا. وتأملوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه الرحمة التي اشتقت من صفة الرحمن والرحيم، بهذه الرحمة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بهذه الأوصاف الحميدة، فبما رحمة من الله لنت لهم، بمعنى آخر أن هذا اللين يعني هو منبثق من صفة الرحمة التي يتصف بها الحق سبحانه عز وجل، ونتيجة اللين كما جاءت في الآية، كما جاء في الآية فبما رحمة من الله لنت لهم، فاجتمع الصحابة من حوله وتبعه الناس واقتدوا به. يعني بمعنى آخر الاتصال بصفة الله سبحانه وتعالى تنتج لنا هذا اللين، وهو الذي يظهر ويتجلى في المعاملة، وهذه المعاملة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته أنتجت لنا هذه المودة وهذه المحبة وهذا الاتباع الذي كان يعني موجودا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهنالك تنبيهات، تنبيهات ينبغي أن نفهمها وأن نعرفها، وخاصة ونحن نتدارس أسماء الله الحسنى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهو وعدنا بدخول الجنة إن أحصينا هذه الأسماء وبينا معنى الإحصاء. لكن هل تنحصر هذه الأسماء
في ما روي في بعض كتب السنة وهي 99 فقط؟ لا، العلماء تحدثوا في هذا الأمر وقالوا يوجد أكثر من 100، بل عد بعضهم 200 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل هنالك من وصل إلى 1000 اسم من أسماء الله سبحانه عز وجل. فأسماء الله لا تنحصر، لكن هذه الأسماء التي جاءت في كتب السنة إنما هي تتميز ببعض المميزات، فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت الرواية التي ذكرت فيها. ونحن نجد أيضا في السنة نفسها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حنان ويا منان، ولم تذكر هذه الأسماء في 99 اسما التي رويت في الحديث الشريف. والذي ينبغي أن نفهمه أيضا وأن نعرفه أن صفات الله سبحانه عز وجل أزلية أبدية مطلقة، والمشتقات التي يتخلق بها الإنسان في حياته إنما هي محصورة ومحدودة وليست أزلية ولا مطلقة، بل هي نسبية. ولهذا نجد أن أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم جاءت بصيغ مختلفة لتدل على هذه الأزلية. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه على أنه عالم وعليم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بذات الصدور. هنالك مشتقات كثيرة تدل على اسم واحد وهو العليم. فإذا أسماء الله سبحانه وتعالى وإن سمي بها البعض تبقى أزلية أبدية مطلقة في حقه سبحانه عز وجل ونسبية في المخلوقات. ولهذا جاءت بصياغ مختلفة. نجد أن المتأمل أيها الإخوة والأخوات في ملكوت الله سبحانه وتعالى يعرف ويستشعر معنى الإطلاق ومعنى الأزلية. في بعض الأحيان كما ذكرنا الأسبوع الماضي نجد أن فلاحا يزرع ويجتهد ويسقي هذه الشجيرات لكنها لا تثمر، لأن قدرة هذا الإنسان محدودة نسبية، لكن قدرة الله سبحانه عز وجل أزلية مطلقة. وهذا ينبغي أن يبعث في نفوسنا شيء من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وشيء من الانكسار والانقياد لله سبحانه وتعالى. ثالثا من بين الأمور التي ينبغي أن نعرفها أيها الإخوة والأخوات أن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى أصل لكل العلوم. فإن المعلومات التي يستطيع الإنسان أن يلاحظها وأن يفهمها إنما هي إما مخلوقات وإما أوامر للخالق سبحانه وتعالى. كل موجودات إما أن تكون مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى فهي دليل على وجوده ودليل على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وإنما أوامر أو نواهي، أوامر أمرنا الله سبحانه وتعالى بها استشعرناها أو لم نستشعرها. وأختم بالحظوظ والفوائد التي يمكننا أن نحصدها ونحن نتدارس أسماء الله الحسنى. أولى هذه الأمور معرفة هذه المعاني الجليلة، معاني الكمال في حقه سبحانه وتعالى لنتعرف على الخالق عز وجل. فلا نستطيع أن نحب خالقنا سبحانه وتعالى ولا أن نأتمر بأوامره ولا أن نمتنع عن نواهيه إلا إذا عرفناه حق المعرفة. فلهذا يقول الله في القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا، لم يقل فقل أنه لا إله إلا هو، لأن مجرد الكلام لا يقتضي دائما الفهم، وإنما الذي ينبغي أن نفهمه وأن نستشعره هي هذه المعاني. والحظ الثاني أيها الإخوة والأخوات هو الاستعظام والانكسار لله سبحانه وتعالى. حينما نفهم هذه المعاني ونستشعر هذه الأسماء والصفات في حياتنا
فأستطيع أن أجزم بأن هذه الأسماء ستغير مسارك في الحياة، ستغير طريقة حياتك، ستغير منهجك، ستغير حتى نظرك للناس، نظرك للبيئة، نظرك للمحيط، نظرك لكل المخلوقات. وثالثا، وهذا ما نبتغيه، هو السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات، أن يسعى الإنسان جاهدا ليحصل ولو شيئا يسيرا من صفات الله سبحانه وتعالى في حياته. فأسماء الله الحسنى لها ثمرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد نقول بأنها من الأمور التي قصدها الشارع سبحانه وتعالى حينما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل في حقيقته على نعمة من النعم. ودعونا نتأمل هذه الأمور في الأيام القليلة المقبلة، لنستقبل الأسبوع الماضي درسا جديدا إن شاء الله تعالى حول أسمائه الحسنى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.